السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو، نبدأ أولا بحل الكويز السابق، أو الكويز اللي هو الاختبار القصير بتاع الفيديو السابق مع بعض كده. تعالوا نحله، اللي هو كان عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال: Where space you yesterday? Where، طبعا هنقول Where were you yesterday، أين كنت بالأمس. ليه ما قلناش Where did؟ لأن ما عنديش فعل في المصدر هنا، عندي ضمير اللي هو you، وعندي ظرف في زمان اللي هو yesterday. يبقى Where were you yesterday. I space my friend أحمد very much. طبعا I miss my friend أحمد، أنا أفتقد صديقي أحمد. could رقية swim when she was 10؟ هل استطاعت رقية أن تسبح عندما كان عمرها 10 سنين؟ للأسف الشديد لم يستطع أحد الإجابة عن 3 أسئلة دي في الفيديو السابق. بتمنى إن شاء الله النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة اللي هو موجود في نهاية هذا الفيديو، يا ريت نحاول إن احنا نركز فيه ونحاول نجاوب عنه أحبتي مع كتابة الاسم والمنطقة اللي أنتم منها. وانتظرونا في التكريم في الفيديو القادم بإذن الله، بس يا ريت نركز شوية. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام زي ما أنا قلت للصف السادس الابتدائي، هو عبارة عن امتحان على الوحدة 9 والعشر، امتحان على آخر وحدتين هنحله مع بعض جزئية جزئية. فبنصحكم إن أنتوا تفضلوا معانا لنهاية الامتحان علشان تستفيدوا أقصى استفادة من الأسئلة اللي هنحلها مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهاية الامتحان. وبفكركم لو دي أول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز والإشعارات بتاعتنا أولا بأول. وما تنسوش تنزلوا أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن وتطلعوا على بقية فيديوهات الصف السادس الابتدائي اللي لسه ما اتفرجتوش عليها، هتلاقوها أسفل هذا الفيديو أحبتي. أول سؤال عندنا هو سؤال listen and circle. عندي السؤال ده مكون من 4 أجزاء، تمام؟ كل جزئية منهم فيها A و B، احنا هنختار يا اما A يا اما B. طب نختارها على اساس ايه؟ على اساس اللي احنا هنسمعه. هو السؤال ده استماع، فاحنا اللي هنسمعه الجملة اللي هنسمعها هي اللي هنجاوب عليها، تمام؟ Number one: How long was he in Paris? He was there for 4 days. ايوة تمام، he was there for 4 days. Number two: When did she go to Cairo? She went to Cairo in July. تمام، رقم ايه؟ 3 و4 بتختلف. ليه؟ انا هقول السؤال والاجابة هي اللي مش موجودة عندكم، انت هتحط خط تحت الايه السؤال اللي هتسمعه. Number three: When did you go to Paris? I went to Paris in July. ايوه تمام، اللي هي رقم بي. Number four: Did you go to Tokyo? Yes, I did. تمام، did you go to Tokyo؟ اللي هي رقم four، رقم A. السؤال اللي بعد كده برضو سؤال استماع، عندنا محادثة وهنستمع إلى الفراغات ونحاول نكملها مع بعض. رامي: Could we ask you a few questions? تمام، ask A-S-K. فرد البايلوت: Sure, go ahead. رامي: How many female pilots work for your airline? ردت: I think 1/3 of the pilots are female. تمام، pilots of the pilots، النقط اللي احنا سمعناها هي pilots. Do you ever fly abroad? Do you ever fly abroad؟ ناخد بالنا من السبيلنج يا شباب. فردت او البايلوت وقالت: Yes, I have an overseas flight once a month. Once a month, M-O-N-T-H، مرة كل شهر. السؤال التالت عندنا هو سؤال choose، الاختياري. عندنا المفروض هيجي لنا 8 أسئلة اختياري، أنا جبت لكم 16 سؤال علشان أقدر ألم الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة مع بعضها. 8 أسئلة على الوحدة التاسعة و 8 أسئلة على الوحدة العاشرة. What was space TV last night؟ تمام، what was on، سامع ناس بتجاوب معايا، برافو عليكم. what was on TV last night؟ نحاول نجاوب قبل ما انا اجاوب يا شباب. he is blowing a، ايوه تمام، بابل اختيار رقم A. please let me، وبقى جايب لي write wrote writing to write this lesson.
تعال نفكر كده مع بعض. تمام، سامع حد شاطر بيقول رايت مصدر، برافو عليكم، عشان ليت دايما بيجي بعدها الفعل في المصدر، والفعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافات او الفعل في التصريف الاول. When Ali was little he، وجايب لي الاختيارات وبعدين basketball. تمام، When Ali was little دي جملة ماضي. تمام، برافو عليكم. ها، يبقى could play، استطاع ان يلعب في الماضي. تمام، What's Beth doing at 6 last night؟ خلي بالك last night، وده سؤال what. تعال نفكر في الاختيارات كده، where you ولا you are، where ولا you are ولا are you. طبعا what دي أداة الاستفهام محتاجة بعدها فعل مساعد، يبقى أنا هستبعد you are لأن you هنا مش فعل مساعد، where هو اللي فعل مساعد، وهستبعد you are، يبقى you where و you are هستبعدهم لأنها بيجي بعد what لازم يجي فعل مساعد مش فاعل، اللي هو زي where أو زي are. طيب يبقى عندي فاضل لي ايه؟ فاضل لي دي. طبعا الجملة في الماضي، بيقول لي ماذا كنت تفعل الساعة السادسة الليلة الماضية، يبقى what were you doing، سؤال في زمن الماضي المستمر. طبعا اللي عرفني انها ماضي مستمر وجود الساعة 6 الليلة الماضية، خلي بالك الساعة 6 الليلة الماضية كنت بتعمل ايه، يبقى what were you doing. When Jenna won a prize، عندما جنى فازت بالجائزة، she was very، كانت ايه؟ تمام، براود، برافو عليكم سامح، حد شاطر بيجاوب معايا، براود يعني فخور. He is space a nap in the afternoon، ايوه taking a nap طبعا يعني يأخذ غفوة، taking a nap. Do black bears hibernate space winter، تمام winter اللي هي فصل من فصول السنة بتاخد قبلها، ايوه in winter، يبقى دايما حرف الجر ان بيجي مع فصول السنة. السؤال التاسع، the film was space، I want to see it again، أنا عايز أشوفه تاني أو مرة أخرى، يبقى الفيلم ده كان إيه؟ boring، bad، exciting ولا not good؟ ها؟ يلا نفكر مع بعض كده، تمام exciting يعني مثير أكيد، علشان كده أنا عايز أشوفه مرة تانية. طب boring معناها إيه؟ يا ريت نحفظ الكلمات دي يا شباب، boring معناها ممل، مستحيل طبعا يكون الفيلم ممل وانا عايز اشوفه تاني. This جايب لي book shop library theater restaurant service delicious food، خلي بالك service delicious food يقدم طعام لذيذ، ايوه restaurant طبعا لان اكيد service delicious food يبقى اكيد ده الريستورانت او المطعم، theater المسرح لا، library المكتبة لا، book shop مكتبة بيع الكتب لا. Boat tours and bus tours are space daily in New York، تمام سامح حد شاطر بيقول available، برافو عليكم يعني متاحة، bus tours اللي هي جولات بالقارب، boat tours والbus tours جولات بالباص، كلها تكون متاحة يوميا في نيويورك. She was in Alexandria space 2 weeks، تمام for طبعا لمدة، هنا محتاج for 2 weeks لمدة أسبوعين. How space was he in London؟ فرد عليه قال له for 1 week، طالما الإجابة فيها for لمدة أسبوع واحد يبقى أكيد كم طول المدة، كم طول المدة يبقى إيه؟ أيوه how long، برافو عليكم، how long كم طول المدة، تمام والإجابة دايما بيكون فيها for لمدة 1 week أو أكتر مثلا. Could we ask you a space questions؟ تمام a few، لان few الوحيده اللي بتيجي مع الاسماء الغير مع الاسماء المعدوده، سوري ده اسم معدود واخره اس الجمع، ففيو many بتيجي برضو مع الاسماء المعدوده، بس هي وردت في، ما فيش حاجه اسمها a many questions، ما فيش حاجه اسمها a many، خلي بالك little ما تجيش مع questions لان questions اسم معدود تمام واخره اس الجمع، وماتش كذلك برضو بتيجي مع الاسم الغير معدود. A space flies planes، يطير الطيارات، يلا نفكر كده، ايوه بايلوت اللي هو الطيار، تيتشر لا، باروت اللي هو الببغاء، دنتست طبيب الاسنان ما ينفعش. How long is there، sorry he there، how long did was do does، ايوه was he there، how long was he there. طب ليه ما خدناش did؟ لان ما عنديش فعل في المصدر هنا زي ما انا قلت، ومدو برضو ما ينفعش ولا داز، لان ما فيش افعال في المصدر هنا بعد ايه، بعدهم، لازم عشان اجيب ديد او دو او داز يكون في فعل في المصدر، زي مثلا هاو داز هي جو ذير، جو فعل في المصدر اهو.
ننتقل إلى السؤال الرابع. عندنا سؤال الكلمات الشاذة، نطلع كلمة شاذة وندخل مكانها كلمة أخرى. جاكيت، بايلوت، شيرت، كوت. تمام، برافو عليك. وسامح حد بيقول بايلوت، الطيار هو اللي هنطلعها لأن كلها ملابس. تمام، ونحط مكانها أي ملبس كده. تمام، نشوف بانتس أو بلاوز. بانتس اللي هو البنطال، أو البلاوز اللي هو البلوزة. بريكفاست، الإفطار، سناك، دينر، توايس. تمام، هنطلع توايس، مرتان، والباقي كله يعتبر وجبات. فاضل لنا وجبة هنا مشهورة جدا. تمام، لانش اللي هي الغداء. بنسل، رولر، تريب، بوك. يلا نفكر كده ايه اللي هنطلعه هنا. تمام، تريب. طب معناها ايه تريب يا شباب؟ تريب معناها رحلة قصيرة. تريب يعني رحلة ايه قصيرة. والباقي كله أدوات مكتبية أو حاجات بنستخدمها في المدرسة. ممكن البنسل، يبقى احنا في عندنا بن مثلا، قلم جاف. يير، وين، لوز، تيرن. تمام، سامع حد شاطر بيقول يير عام أو سنة هي اللي هنطلعها. وين يفوز، لوز يخسر، تيرن يستدير أو يلف. طيب هندخل إيه؟ هندخل فعل، وليكن جو أو فيزيت. جو يذهب، أو فيزيت بمعنى يزور. السؤال الخامس عندنا هو سؤال القطعة. هنقرأ القطعة ونفهمها مع بعض ونحاول نجاوب على الأسئلة اللي تحتها. In April، في أبريل، تامر went to Paris with his father. تامر ذهب إلى باريس مع والده. He went there by plane. هو ذهب هناك بالطائرة. His father is a pilot. والده طيار. He flew abroad many times. هو طار للخارج many times، مرات عديدة. He doesn't fly the plane by himself. هو ما بيطيرش الطيارة بنفسه. He always has a co-pilot. هو دايما بيكون معاه مساعد طيار. They visited the Eiffel Tower in Paris. هم زاروا برج إيفل في باريس. تعال نشوف نمبر 1. تامر went to with his father. ذهب إلى فين؟ تمام، إلى باريس اللي هي باريس. طيب تامر's father is a، تامرز فازر شغال ايه في القطعة؟ تمام، بايلوت، برافو عليك، وهي موجودة في السطر الثاني. How did Tamer go to Paris؟ كيف ذهب تامر إلى باريس؟ تعال نشوف كده. He went there by plane في السطر الأول، يبقى by plane. When did Tamer go to Paris؟ متى ذهب تامر إلى باريس؟ تعال نشوف كده. أيوه، أول حاجة في القطعة in April. In April اللي هي في إبريل. السؤال السادس عندنا هو سؤال الباراجراف، وعايزين اكتب 7 جمل عن ات سكول، في المدرسة. ات سكول ده من المواضيع المهمة جدا، ايه اللي بتعمله في المدرسة وتحكي حكاياتك جوه المدرسة. طبعا عشان اكتب باراجراف كويس لازم الاول امسك الباراجراف وافكر في الافكار بتاعت الباراجراف، اطلع الافكار بتاعتي كلها على جنب كده، واحاول ان انا اكون جمل صحيحة من الافكار دي. اكون جمل تكون سهلة وبسيطة، ويكون اولها حرف كابيتال واخرها نقطة. احافظ على علامات الترقيم، ابدأ كل جملة بحرف كابيتال واختم كل نقطة بكل جملة بنقطة. دي حتة مهمة جدا. لو في عندي اسم بني آدم أو اسم مدينة أو يوم من أيام السنة أو يوم من أيام أو شهر مثلا، لازم أكبر الحرف الأول منه. وتعالوا مع بعض بقى نشوف الباراجراف المقترح. بسيب فراغ صغير في أول سطر كده، يحبذ إن أنا أسيب فراغ صغير قد كلمة زي اللي أنا سايبها كده. وأبدأ أول جملة عندنا. I am in a primary school. أنا في مدرسة ابتدائي، دي أول جملة. At school، في المدرسة. I have 8 lessons. أنا لدي 8 حصص. I study my lessons at the classroom. أنا أدرس الحصص بتاعتي at the classroom في الفصل. I read and borrow books in the library. أنا أقرأ وأستعير الكتب في المكتبة. I play in the playground. أنا ألعب في الملعب. At my school there are 12 classrooms. في مدرستي يوجد 12 فصل. My teachers، معلميني، are kind، طيبين، and helpful، ومتعاونين. We have computer lessons at the computer room. احنا بناخد حصة كمبيوتر أو حصص كمبيوتر في غرفة الكمبيوتر. I always speak English in the English lesson. أنا دائما أتحدث الإنجليزية في حصة اللغة الإنجليزية. I have my sandwiches
At break أنا بتناول سندوتشاتي في الفسحة. I like my school very much. أنا بحب مدرستي جدا جدا. السؤال التالي هو سؤال rearrange the following sentences. رتب الجمل التالية. جايب لي جمل وحطيت لي خط تحت الكلمة اللي هبدأ بيها. ده سؤال لأنه بادئ بأداة استفهام وآخره علامة استفهام أهو. Why؟ طبعا بعد ما بحط أداة الاستفهام لازم أدور على الفعل المساعد اللي عندي أو الناقص، يعني زي do أو does أو did أو am أو is أو are أو was أو where، زي can أو will. تمام، أي فعل مساعد أو ناقص. يلا نشوف كده. why أيوه do الفعل المساعد، وبعدين الفاعل people. why do people visit Paris؟ why do people visit Paris؟ لازم نكتب الترتيب ده بالظبط. خلي بالكم over يعني أكثر من over. الجملة دي أنا عارف إنها طويلة كده وتخض، لكن هي سهلة صدقوني، فكروا فيها. يلا أكثر من إيه؟ تمام، سامع حد بيقول 30 مليون. جميل، 30 مليون إيه؟ أكتر من 30 مليون إيه؟ ها؟ عربية؟ لا، أكتر من 30 مليون ناس، شخص. يبقى over 30 مليون people بيعملوا إيه بقى؟ إيه الفعل اللي بيعملوه؟ visit. تمام؟ بيزوروا إيه؟ نيويورك سيتي every year. شفت الجملة سهلة إزاي؟ طب الجملة التالتة how many؟ ده سؤال. تمام، ودايما لما بسأل بهاو ميني بحط بعدها الشيء اللي بسأل عن عدده. بهاو ميني دايما بيجي بعدها الشيء اللي بسأل عن عدده. كم عدد؟ ايوه، الطيارون بايلوتس. بس في مشكلة دلوقتي، ان في عندي كلمة فيميل لازم تيجي قبل بايلوتس لانها صفة للبايلوتس، مش اي بايلوتس دول. انا عايز اقول الطيارون الانثوات، يعني الطيارات اللي هم الستات يعني، او الانثوات. انا مش عارف جمع انثى ايه. طيب يبقى how many female pilots، ما ينفعش اقول pilots female. how many female pilots يعملون work for تمام your airline. how many female pilots work for your airline. خلي بالكم انا دايما المحادثات اللي في بداية كل وحدة بأجبر الطلبة اللي عندي ان هم يحفظوها صم. لازم نحفظ الجمل او المحادثات اللي في اول كل وحده. عندنا ست خمس وحدات الترم ده، لازم نحفظ المحادثه بالترجمه بتاعتها، والا هتبقى في مشاكل كتير جدا، لان بيفيدنا جدا في السؤال زي السؤال ده. الجمله الرابعه عندنا اي. تمام، اي ايه؟ ايوه، اي اولويز هاف، ولا هاف اولويز؟ دي مشكله كبيره، لازم اجيب الظرف التكراري الاول ثم الفعل. تمام، I always have a co-pilot. لازم الظرف التكراري اللي هو always الأول ثم الفعل بعديه. طب الفعل الوحيد اللي بيقدر على الأظرف التكرارية هو am أو is أو are، بيجي قبلها. تمام، يبقى دايما am أو is أو are هو الوحيد اللي بيقدر على always أو usually أو often أو sometimes أو أي ظرف تكراري وبيجي قبلها، لكن غير كده أي فعل تاني بيجي بعدها. يبقى I always have a co-pilot. تمام، السؤال السابع هو سؤال punctuate the following sentences، رقم الجمل التالية. هنطلع في كل جملة خطأين اتنين. تعالوا نشوف الجملة الأولى كده. حور، تمام، حور دي بنتي، خلي بالكم حور ومعاكم في سنة ستة برضو. مالها؟ went to Paris last Monday. أيوة، في ناس شاطرة هي طلعت أول واحدة Paris، البي بتاعت Paris، وMonday الإم بتاعت Monday. طب الفول ستوب محطوطة؟ محطوطة. طب تمام، شكرا. يبقى الإتش بتاعت حور متكبرة أساسا، البي بتاعت باريس والإم بتاعت مانداي، وأدلع الجملة بتاعتي أحط خط صغير كده تحت البي بتاعت باريس وخط صغير تحت الإم بتاعت مانداي. والجملة الأخيرة عندي هي when did you go there. تمام، الدبليو بتاعت when، لأن بداية السؤال لازم أعمله حرف كابيتال وهو جاي سمول أهو، يبقى when، وفي الآخر أحط question mark بتاعتي، وبرضه هدلع الجملة بتاعتي احط خط تحت الدبليو وخط تحت الكويستشن مارك اللي انا عدلتها. وبكده احبتي نكون خلصنا امتحاننا. اتمنى ان يكون الامتحان عجبكم. ما تنسوش لايك للامتحان وشير عشان غيرك يستفيد. ولو لسه دي اول زيارة لكم للقناة، شرفونا بالاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز بتاعتنا والاشعارات اولا باول. احبتي، وتعالوا مع بعض ندخل على الكويز اللي انا عارف ان فيه ناس مستنياه. Today's quiz هو عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد، هنجاوب عنهم في الكومنتس او في التعليقات. تمام، when space he in Paris، when was did where do، if he space his been he will be sad،
lose, lost, loses, loss. Could you space me your book? فرد عليه قال له here you are. Could you borrow, take, use, lend. بتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا يوفقوا في الاجابه عن الثلاث اسئله مع كتابه الاسم والمنطقه اللي انتوا منها. يعني هتقول نمبر 1 اخترت لها ايه، ونمبر 2 اخترت لها ايه، و3 اخترت لها ايه، وهي تكتب اسمك والمنطقه اللي انتوا منها، او تكتبي اسمك والمنطقه اللي انت منها، علشان باذن الله في الفيديو القادم، في بدايه الفيديو القادم هكرمكم في لوحه شرف القناه، و حتى حينها أترككم في رعاية الله أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.